عيشة بتجري وشقيانة وهي عيشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباس. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. يعني ايه مبادره؟ يعني فكره بتخدم الناس، يعني مشاعر حلوه بنسعد بيها اللي حوالينا، يعني تكاتف وتعاون ومحبه. والمبادره اللي معانا النهارده لراجل توفى والده وصديقه بمرض السرطان، فاللحظه دي قرر انه يعمل خير لكل مريض بالسرطان. ولان كان عنده محل فاكهه وخضار، كتب لافتة على المحل بيقول فيها البيع مجانا لجميع مرضى السرطان. شايفين الجمال؟ شايفين الإنسانية؟ تعالوا بقى نروح له عشان نشكره على المبادرة الجميلة دي ونقول له ايه، كتر ألف خيرك. بالنسبة لموضوع مرض السرطان ده، والدي انا توفى من المرض ده 2009، كان جاله مرض سرطان في البروستاتا، وجي بعدها من 6 شهور او 7 شهور صاحبي انا جاله المرض ده برضو، كانش اي شيء، مرض برضو جاله في المعدة، قعد معاه بتاع سنة ونص برضو قضى عليه خالص. فطبعا انا قررت ان انا اساعد في الموضوع ده، بالنسبة للمرض ده قررت ان اساعد اي حد محتاج، مريض اديله الخضار والفاكهة بتاعته، مريض جميع مرضى السرطان اديهم اللي هم عايزينه. وفي نفس الوقت لو حد جاني مش لازم مرض السرطان، ما بكسفش حد اي حد حاجه بديها له يعني. والحمد لله يعني الواحد على قد جهده، يعني هي على قد ظروفي. جيت انا مثلا ممكن يجيني مريض السرطان اديله من كل نوع فاكهه كيلو، موز، برتقان، استفندي، جوافه، خضار بالنسبه له كل واحد كيلو. التجاره مع الله سر نجاح اي حد، واي حد اجر مع ربنا عمره ما يسقط. جات لنا رسالة على صفحتنا على الفيسبوك من الست أم هدى من شبرا، عندها 45 سنة، بتقول بعاني من ورم في الثدي، وده سبب لها تعب تدهور في حالتها الصحية، كمان مش قادرة تخدم ولادها، محتاجة عملية استئصال وظروفها على قد الحال. وحكي الحقيقة ظروفها كلها، لأن كمان جوزها أرزقي ومش هيقدر على تكاليف العملية. الحمد لله برنامج واحد من الناس بالاشتراك مع الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الغدد والأورام تم عمل العملية وتم الاستئصال لأم هدى في مستشفى دار الشفاء بطنطا، والحمد لله هي بخير. تعالوا بقى نروح نطمن عليها. دكاترة كتير وطبعا التكلفة غالية، وانا طبعا معيش عشان جوز ارزقي ومعي 4 عيال ومعيش صراحة ان انا اعمل تحاليل واعمل اشعاعات. كلمت برنامج واحد من الناس وبعتوني للدكتور جمال البحيري وهيعمل لي العملية من غير تكلفة خالص. وبشكر برنامج واحد من الناس وبشكر الدكتور جمال البحيري. ده
بفضل الله انتهينا من اجراء عملية استئصال الورم لحالة ام هدى. هي كانت تعاني من ورم في الثدي الايسر، الورم حجمه تقريبا 4 سنتي. بفضل الله شلنا الورم بحد امان وشلنا الغدد الليمفاوية وعملنا اعادة بناء للثدي، والحالة خرجت بالسلامة مستقرة. انا سعيد جدا بالتعاون مع دكتور عمر الليسي وقناة الحياة، وكمان بقدم الشكر لمستشفى دار الشفاء وكل فريق العمل، ودعواتكم ليها ان شاء الله بتمام الشفاء.